كن أفضل ما يمكنك أن تكون، ودع الناس يأكلون ما يأكلون، واعلم أن هناك للكون رب يأكل للشيء كن فيكون. لست أفضل من غيري، ولكن عندي قناعة تامة أن لا أقارن نفسي بأحد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم صوتك مسموع. صوتك مسموع هو ده حلمنا وهو ده هدفنا اللي عايزين نوصله لكل الناس بكل حيادية وبكل موضوعية وبكل شفافية. والنهاردة هنبقى معانا هقدم البرنامج لكم إسلام نجم الدين. النهاردة هنروح دلوقتي الجولة حول الأخبار، أهم الأخبار اللي تداولتها الصحف النهاردة. أول خبر هو الرئيس السيسي يتخذ عدة إجراءات لزيادة دخول العاملين بالدولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ عدة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم بالارتقاء بمستوى المعيشة، وجاء ذلك بالمخاطبين بنسبة 7%. الخبر الثاني، الرئيس يأمر بزيادة المخصصات لإحداث طفرة في الخدمات القرى أكثر فقرا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى غدبولي مجلس الوزراء والدكتور هالي السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيد وزير المالية، وكذلك السادة النواب نائب وزير المالية للسياسات المالية ونائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط. وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم شؤون باسم رئاسة الجمهورية. خبر معنا الثالث، إن التنمية المحلية النهاردة بتوجه المحافظات بشأن حملات لإغلاق سناطر الدروس الخصوصية، واللي أكد بذلك الدكتور خالد قاسم. الدكتور خالد قاسم هو مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم توجيه المحافظات والعاملين في المحليات بشأن حملات على مراكز وسناطر الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية حلها. وأضاف قاسم أن القرار جاء وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى غنبول رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة في حماية المواطنين والمدرسين والتلاميذ من فيروس كورونا. هنروح لفاصل الإعلاني ونرجع لبعض عن تقرير مركز الشباب كفر منصور. دلوقتي واحنا في قرية كفر منصور من امام مركز شباب كفر منصور، معانا احد المواطنين حابين نساله عن المركز والانشطه والملعب والحاجات اللي بيقدمها المركز. تعرف بحضرتك استاذ عمرو طه؟ ان شاء الله. اهلا بحضرتك يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. طب هو دلوقتي المركز شباب البلد كفر منصور، بما ان هي اكبر قريه حواليها في الكره اللي حواليها، تقدر تستغنى عن مركز الشباب اللي موجود فيها؟ طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن مركز الشباب، بس احنا عندنا بنعاني من مشكله كبيره ان احنا ما عندناش ملعب اصلا. يعني قله مركز الشباب، احنا ما عندناش مركز شباب اصلا. مركز الشباب بتاعنا يعتبر اضعف مركز شباب على مستوى الكره اللي جنبنا، وقد يكون احنا اكبر قريه، احنا عندنا الوحده المحليه، احنا اللي متحكمين في البلاد المجاوره، وللاسف كل البلاد عندها مراكز شباب الا احنا ما عندناش ملعب، ما عندناش اي نشاطات، ما فيش اي حاجه تبع مركز الشباب خالص. طب حضرتك شايف المشكله فين؟ المشكله في القريه ولا في الاداره اللي ماسكه النادي؟ لا بص، احنا مش هنقدر نقول المشكله فين بالظبط. هي المشكله لو هنتكلم هنقول الاداره ماسكه من بقالها سنين. يعني المفروض الاداره دي توفر لنا الحاجات دي، احنا بقى مش عارفين بقى هم بيقدروا يعملوا او ما يقدروش يعملوا، دي بتاعتهم هم، احنا مش عارفينها لان احنا مش جوه مركز الشباب. يعني احنا عندنا مثلا بيقولوا عندنا في ارض جوه محطوطه في وسط البلد دي تبع مركز الشباب، من فتره طويله بنسمع ان هم عايزين يبيعوا الارض دي عشان يستبدلوها بارض تانية وعشان خاطر يعملوها ملعب. دلوقتي الارض دي لا اتباعت ولا اتعمل فيها اي حاجه، هي محلك سر واقفه زي ما هي. يعني ما فيش اي حد اتحرك ولا في اي حد خد خطوه، وانتوا برضو يعني ما حدش منكم اتكلم طول الفتره اللي فاتت دي كلها. موضوع التحرك هم بيقولوا احنا بنتحرك، بس ما بنشوفش حد بيتحرك، ما بنشوفش حد بيعمل. احنا لحد النهارده احنا بنسمع الارض دي هتتباع، الارض دي مش هتتعمل، ما بتعملش في حاجه وما فيش ملعب. دلوقتي احنا كان عندنا ملعب في المدرسه الاعدادي، الملعب ده كنا بنستغله، دلوقتي هم بنوا فيه مدرسه، ما بقاش فيه ملعب، ما بقاش فيه اي حاجه. حتى رحنا قريه مجاوره لنا كفر عابد، رحنا الشباب بتوعنا راحوا يلعبوا هناك، البلد هناك ما قدرتش ان هي توفر لهم ان هم يلعبوا معاهم مره واثنين وثلاثه، وبعد كده قال لهم ما فيش لعب لكم عندنا تاني، بقى وقفنا على كده خلاص. شكرا لحضرتك يا زعيم. شكرا لحضرتك.
حالته دي ما فيش اي انشطه، يعني الانشطه عموما بتقسم سواء كره قدم سواء مكتبه سواء صاله جيم، ده اللي كان المفروض يبقى متاح هنا، سواء صاله كمبيوترات. طبعا صاله الجيم يعني بقى لها 5 سنين كان في اجهزه، ما بقولش ما كانش في، انما الاجهزه كلها دي ما حدش بيستخدمها، ترابيزه بلياردو وما فيش، تنس طاوله بينج بونج دي كان يعتبر هي اللي ماشيه مركز الشباب خلال سنه بالظبط، يعني ناس كلها ثالثه اعدادي كانت هي السنه دي اللي شغاله وبعد كده وقفت. حوار كرة القدم وده الأهم، يعني كان في عدة مسابقات على مستوى المحافظة أهمهم دوري مراكز الشباب، يعني كلنا كنا بنروح، أنا واحد في كلية في رابعة صيدلة كنت عن نفسي بسيب بعد الكلية وبروح ألعب، مش مقابل مادي، أنا عن نفسي مش مستني مقابل مادي، إنما في ناس تانية اللي هي الكرة شغلته اللي هو المفروض لما تروح، وكان بيقول لهم في مقابل مادي بتاع، كنا بنكسب ونجيب 3 بونت ومعروف يعني في النقطة هنا ب 1000 و 3 بونت بتاعت 3، كان في ناس تكسب وبتسيب النادي بتاعها وبتتعرض لعقاب، وكان يجي ياخد اللي هو التغذية، لا بياخد تغذية ولا بياخد فلوسه، وما كانوش بيدوا فلوس. أبسط مثال الدورة، في دورة على مستوى المحافظة اسمها كأس المحافظ، تعتبر كفر المنصورة يعتبر أقوى، عملت نفسها اسم كانت أقوى منطقة على مستوى الليبيا كلها، اتفاجئنا ان اسمنا مش موجود. طبعا رئيس مجلس الاداره قال انا شفتكم وطلبت البطايق، هو حصل فعلا بس من عشان التجارب السابقه والناس اتعاملت معاه ما حدش سمع له كلام. حوار الارض اللي هي المفروض الملعب يعني يبني، اما في المركز الشباب بيتحجج بيقول لك مثلا الناس هي اللي مش موافقه، بس والله اللي انا شايفه اللي هم يعني ما بيقدموش ولا بيوفروا الوسائل المساعده اللي هم يعملوا كده. ابسط مثال لو عايزين، يعني كان من سنه بالظبط ولا 6 اشهر كان في انتخابات شغاله، كان بينه راجل محترم زي الاستاذ صلاح وراجل محترم زي الدكتور محمد سالم، كان ده بعدويته وده بعدويته، وده ادى وعوده وشروطه وده ادى وعوده وشروطه، فطبعا الناس وثقت في الاستاذ صلاح فعلى اساس انه يقدم الشروط دي، وخدنا شروط وكل حاجه ولعبنا مركز شباب وعملنا حاجه وما شفناش اي حاجه، بس مش اكتر. طب حضرتك شايف ايه الخطوات المناسبه اللي على مجلس الاداره ان هو المفروض ياخدها حتى لو هيوفر لكم جزء من الانشطه اللي لازم تبقى متوفره في المركز؟ واول حاجه المفروض بيبقى في رساله تواصل بينها وبين مديريه شباب والرياضه، المديريه بتوصل لهم مثلا مركز، يعني اهم حاجه الدعم المادي، الدعم المادي دي وصل المفروض بيخصص بقى لكل نشاط دعم مادي معين، مش في ناس يعني مش عايز اقولها مش اللي هي الدعم المادي بقى يخش يجيب ناس عشان نقول لنا ولا علينا، بس المفروض يبقى يعني كل واحد همه على بلده مش اكتر، مش ياخد الفلوس، المفروض الفلوس تتقسم صح، جزء الكوره يبقى الفلوس دي رايحه لجزء الكوره، جزء الشباب يبقى فيها، ولازم لو كل واحد بيفهم في حاجه يمسكها، يعني بمعنى في ناس يعني ما تعرفش عن اداره، ناس معينه ما ينفعش بدون ذكر اسماء، يعني ما ينفعش في اللي هي الناس اللي هم كانوا داخلين انتخابات وما وفقهمش الحظ، يعني كان فيهم كادر محترم وفيهم ناس في الاداره، وكان منهم ناس اللي هي ليهم دعم مادي قوي لو كانوا ينجحوا كانوا قدروا يوفروا، بس كان الله في العون. شكرا لحضرتك. يعني دي مشكله كبيره بيعاني منها كل لاعب كره موجود في كفر منصور. ايوه طبعا، ما عندناش ملعب، الناس بتروح كره تانية عشان اللي هو تلعب كره او تلعب اي حاجه هي بتحبها ومش لاقيين، فلازم يبقى موجود في بلدنا طبعا. يعني حضرتك شايف ايه الفرق، ايه اللي حضرتك شايفه ان ناقص مركز شباب كفر منصور عشان يقدر يدعم ولاد بلده ويقدم لهم كل اللي محتاجينه؟ والله هو الواحد برضه مش بيلوم على مركز الشباب بس، بيلوم على ان البلد فيها قامات كبيره جدا تقدر تساعد في الموضوع ده وتقدر توصل صوتنا لناس كتير ويقدروا يفيدوا البلد، بس انا من نفسي مش عارف لحد دلوقتي المشكله في مركز الشباب والناس الموجوده في البلد، مش عارف، مش عايزين يشتغلوا ومش عايزين يفيدوا، مش عارف بصراحه. شكرا لحضرتك يا استاذ ابراهيم. شكرا. ومعنا احد المواطنين من كفر منصور، نتعرف بحضرتك. احمد محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. حضرتك شايف قريه بحجم قريه كفر منصور مقارنه بالقرى اللي حواليها والمراكز اللي حواليها، مركز شبابها ما بيقدمش اي انشطه، ما فيش اي انشطه خالص، ومن غير ملعب كره قدم. بص، هو اهم حاجه حضرتك الملعب، ما هو عدم وجود ملعب ما فيش انشطه، ما فيش حاجه هتدخل لك فلوس. طبعا احنا بنروح نلعب بره خارج الكره، طبعا عشان ناجر نلعب ساعتين ونلعب ندفع 200 جنيه او حاجه، والملعب اصلا ما بيدخل فلوس فيفتح لك مجال للانشطه كلها، وعدم وجود ملعب ما فيش انشطه طبعا في البلد خالص. وحضرتك زي ما شايف مركز الشباب ما فيش كلام عليه، حضرتك جيت شفت نفسك جوه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي نشاط نقدر نمارسه هنا خالص. الجيم بايظ، مكتبه ما فيش، طبعا ترابيزات البلياردو شفتها مكسره، البنج متكسر، حضرتك دخلت وشفت كل حاجه، ما فيش اي نشاط هنا موجود. شكرا لحضرتك استاذ. شكرا لي.
شفته معانا في التقرير ان قريه زي كفر منصور بيتجاوز عدد سكانها ما يبلغ من 15,000 نسمه. لو زي ما حضراتكم كده شفتوا اللوجو بتاع المركز الشباب واليافطه اللي محطوطه. النادي اتاسس من سنه 1978 وهو ملهوش ملعب ان الشباب تلعب فيه. موجود بديل، بس البديل ده عشان يلعب ساعه، الساعه دي هيلعب ب 200 جنيه. طب مين المتوفر معايا؟ هروح الاتصال. مساء الخير يا دكتور. الو انت النور، ازي حضرتك يا اسلام؟ اولا معانا الدكتور محمود الصبروت وكيل وزاره الشباب والرياضه بمحافظه القلبيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور حضرتك عندك علم بالمشكله اولا؟ اكيد طبعا. طب يا دكتور شايف ازاي الحل في اطار القانون اللي عند حضرتك في مديريه الشباب والرياضه، ازاي ان مركز ملعب كفر منصور يتوجد له ملعب؟ هو بدايه بس يا استاذ اسلام، يعني انا ماشي في الطريق ما شفتش التقرير، بس من سماع التقرير كده ان الصوره قاتمه. لا الصوره مش قاتمه ولا حاجه، يعني ان مركز شباب فعلا مشهر سنه 78. عايز اقول لحضرتك بس بعض الارقام شويه، ان مركز شباب مميز جدا، بدليل مش بالكلام لا بالاوراق، ان مركز شباب فيه انشطه كره قدم وبياخد اول اداره شباب تو لو حضرتك متابع جيدا، وبيشارك في دوري مراكز الشباب، في دوري مراكز الشباب على مدار ثلاث فترات وبشكل كويس. هو عايز اقول لحضرتك ان اقول لحضرتك برضو ان مراكز الشباب وفقا لتعليمات وتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور الوزير الدكتور اشرف صبحي، ان مراكز الشباب تصبح مراكز خدمه مجتمعيه. يعني ايه مراكز خدمه مجتمعيه حضرتك؟ يعني موضوع ان تبقى مراكز رياضيه بس بحته، الكلام ده اتلغى خلاص، انما هي ثقافيه وتعليميه وصحيه. فاحنا ماشيين بالنهج ده وبالسياسه دي. لو حضرتك متابع جيدا لمركز شباب كفر منصور هتلاقي ان في دلوقتي بعض الانشاءات اللي بتتعمل فيه عشان بنجهز له. انت بتقول ان مفيش بلياردو او تنس طاوله، لا انا بقول لحضرتك ان كنت في الزياره الاخيره في 15 يوم وبتابع كل الترميمات اللي بتتعمل في المبنى الاداري كله بشكل كويس جدا. ومشكله ان هو ملوش ملعب، فعلا لان قرار تخصيصه ما كانش فيه ملعب، فيه ارض موجوده ولا تصلح لملعب. لو حضرتك جبت التقرير لا تصلح لاقامه ملعب، عشان اعمل ملعب خماسي لابد يكون المساحه بتاعته 20 متر عرض في طول 40 متر مع 2 متر في الطول والعرض كمان، صح ولا؟ تمام يا دكتور. دكتور انا عايز اوضح لحضرتك حاجه، ان احنا ما بنقللش من جهودك ولا جهود مجلس الاداره، بالعكس ده مش راينا احنا. انا اقول لحضرتك ده جهود دوله، يعني ده مش راي البرنامج، ده راي الشباب اللي هي بتلعب في البرنامج، والشباب دي حضرتك كمان دربتها سنتين في نادي صوخ. الشباب بما ان حضرتك بتقول لي ان انا اصلا مدرب كوره ورياضي، فبقول لحضرتك احنا جايين نخدم الشباب مش ضدهم. الشباب من حقه انه يكون له مكان كويس، بس انا وفقا لامكانيات عندي محدوده. انت حضرتك بتكلمني على قطعه ارض جوه البلد، تمام. البلد دي اهلها ولادها هم اللي بيمارسوا رياضه، فالطبيعي ان الاهالي يساعدونا ان احنا نتمكن من الارض. انما حضرتك بتشكل لجنه، كل مره تشكل لجنه من الاداره الهندسيه بمديريه الشباب واداره الاملاك بالمحافظه والوحده المحليه، ونروح نستلم نلاقي في تعدي من الاهالي عليها. حضرتك بتابع جيد هتلاقي ان في تعدي. يا دكتور هل مديريه الشباب والرياضه ومعاها القانون والجهاز التنفيذي لمجلس محافظه القليوبيه ما قدرش ان هو يمنع الاهالي دي انها تتعدي على مديريه الشباب والرياضه وينفذوا ملعب؟ ماشي معاك، الاهالي دي اخواتنا واهالينا في البلد. تمام يا دكتور. دي حاجه، أكيد. احنا طالبين فصل حد، فصل حد، يعني مجلس الاداره هو اللي بيجري في عمليه فصل الحد، انما كل حاجه ماشيه بالقانون، احنا ما بنسيبش حق. هو دكتور الحكايه مش ان احنا بنقلل برضو للمره الثانيه، ان احنا بنقلل من جهود حضرتك ولا جهود مجلس الاداره، بس هي الشباب استاءت بتقول من امتى؟ ما هو من سنه 78 ما فيش ملعب، وهم بيقولوا ان احنا بنسمع الكلام ده كتير ومش بنحاسب حضرتك على المده دي، واحنا مش جهه حسابيه، لا بالعكس احنا طالعين النهارده، يعني بنتشرف اولا بمكالمه سيادتك، بس طالعين النهارده عايزين نعرف ايه نهايه الموضوع ده، ان هو هيبقى في ملعب امتى؟ في حلول جزئيه سريعه احنا بنعملها حضرتك، انت عارف ان انا عندي في الالوبيه 42 مركز شباب بدون ملاعب، تمام، اتخصص له، اتعمل له مقرات اداريه واشهر بدون ما يكون عنده مساحه يمارس فيها نشاط رياضي، من ضمنها كفر منصور، من ضمنها قريه شبرا هارس، من ضمنها النصريه، من ضمنها الحسنيه،
البلاد دي، فبنعمل ايه؟ في عندنا حلول جزئيه، ان اقرب مركز شباب له، والموضوع ده بيدرس وانا مطمنه، ان اقرب مركز شباب عندك مركزين شباب، مركز شباب اللي هو قوم لاطرون ومركز شباب كفر عابد، وهنوفر فيهم 4 ساعات اسبوعيا بالمجان، الكلام ده انا على مسؤوليتي. تمام. وهناخد بيه قرار بنسهل الاجراءات لشبابنا انه يمارس، ده حقه علينا، ده حل جزئي مش حل كلي. الحل الكلي ان لابد تتمكن الدوله واحنا من السيطره على الارض الموجوده اللي الاهالي بيتعدوا عليها، واحنا ماشيين في الاجراءات بشكل قانوني مع مجلس الاداره قلبا وقالبا. تو ما خدنا الارض دي نقدر بعد كده حضرتك نقدر نشوف الارض دي تصلح لاقامه ملعب او تصلح يحصل بدل عن طريق المحافظه او عن طريق وزير الشباب، انما احنا مش مقصرين، والشباب حقهم، وكل اللي ذكروه ده فعلا من حقه ان هو يمارس نشاطه وابنه يمارس بشكل كويس جدا، واحنا مش ساكتين على الموضوع ده. هو فعلا يا دكتور الناس قالت ان هي بتروح نادي توخ او نادي قوم الاطرون او نادي كفر عابد وبيتم طردهم، يقول لهم لا انتوا مالكوش اي حاجه هنا ودي مش حسكم ولا دي بلدكم عشان تلعبوا. دي برضو جزئيه يعني هم علقوا عليها، وحضرتك مشكور علقت عليها وقلت خلاص انا هحل الموضوع ده. ده يتحل، هنعمل لهم مواعيد تدريب 2 في الاسبوع، بس بشرط ان يكون مش تحت الاضاءه بالليل عشان استهلاك الكهرباء. هنوفر ساعتين في 2 يعني 4 ساعات لمركز شباب، واتواصل مع مجلس اداره كفر عابد وكم لفروم. دي عمليه جزئيه، انما الجزئيه الثانيه ان لابد يكون البلد لها دور مع الدوله، يعني مش كل حاجه نرميها للدوله، لابد ان البلد تساعدنا والاهالي يساعدونا ان احنا نقدر نسيطر على الارض دي. ايه المساعده اللي حضرتك عاوزها يا دكتور بدون قطع كلام سيادتك؟ ايه المساعده اللي حضرتك عاوزها؟ التعدي اللي هو مش اهالينا اللي موجودين، هم المتعديين، هم اهالينا برضه. بالظبط كده، اهالينا لازم يساعدوا، يعرفوا ان المكان ده لو اتاخد هيتعمل لاولادهم مش لنا، لاولادهم واولاد ولادهم، بيتعمل ملعب بشكل كويس. دي المساعده اللي احنا عايزينها، انما مش كل حاجه هنرمي على الدوله نقول الدوله مش متاخره، بدليل كل المساحات اللي موجوده في الالوبيه انت بتتكلم في 155 ملعب الدوله عاملاهم في 5 سنين. لو الملعب كوم لاطرون اللي جنبك او ملعب كفر عابد الدوله عاملاه، بس لما بتوفر مساحات الدوله ما بتاخرش. هم علقوا برضه يا دكتور يعني ان الاستبدال ده ازاي يتم بسرعه، وان ازاي نقدر ناخد فيه خطوه، يعني عايزين نقول لحضرتك الاول ناخد الارض. ايه الخطوه الفعليه؟ ايوه، ايه الخطوه الفعليه اللي حضرتك نمشي عليها جزء كاهالي كفر منصور عشان ناخد الارض، وحضرتك تبقى معانا لحد ما نعمل عليها استبدال من سياده المحافظ ويبدا تخصيص قطعه ارض؟ روح لاي شاب مش من كفر منصور، للشباب الاولياء كله تحت امرهم. اول اجراء ان احنا ناخد الارض بتاعتنا، تتمكن المديريه من وضعها على الارض بموافقه مجلس الاداره، ناخد الارض وبعد كده نشوف الارض دي تصلح تكون ملعب. طيب لو مش هتصلح نبدا نعرض على معالي المحافظ، وده شغل اكبر مني، المحافظ الوزير، هل يحصل ممكن استبدال، يحصل استبدال وتنازلات لاماكن ثانيه، نبدا نشوف. بس الاول نبدا بالخطوه الاولانيه ان احنا نسيطر او نتمكن من وضع يدنا على الارض المخصصه عن طريق فصل حد مع اهالينا في كفر منصور. دي رقم واحد. طبعا. رقم اثنين ان المركز انا عايز حضرتك تنزل بكاميرتك في خلال شهر من دلوقتي، وانزل صور المركز وشوف التطوير اللي حصل في الحمامات، الدور الارضي، في الصالات فوق، في كل الاماكن اللي فيها، بحيث ان احنا نقدر نحط صاله جيم بشكل كويس تليق باولادنا، نحط ترابيزه تنس طاوله، نحط بلياردو، في عندك فرق كاراتيه بتمارس بشكل كويس. مش عايز اقول ان الرياضه بس نختصها في كره القدم، لا، في رياضات ثانيه تقدر تمارسها خلال المبنى الاداري. يا دكتور احنا فعلا لما رحنا ما لقينا في انشاءات شغاله في مركز الشباب. تمام. وما بنقللش طبعا من جهود حضرتك ولا من مجلس الاداره. ان تنزل بكاميرتك وهتلاقي ان في ترميم شغال والناس شغاله. اول ما نوضب المكان ده يكون مكاني ليه، اقدر ان انا احط صاله جيم يتمرنوا عليه. في الدور الثالث لو حضرتك بتتابع هتلاقي بوسط كاراتيه، وفي فرقه كاراتيه بيتمرنوا عليه. طبعا. ادي لعبتين، وعندك بلياردو موجوده وترابيزه تنس طاوله موجوده بشكل ادمي بشكل محترم، نقدر لاولادنا يشتغلوا فيه. عايز اقول لك ان كفر منصور كانت لها مبادره وعملتها بشكل كويس جدا، وانا حضرت الاحتفال ده اللي هو تكريم المتفوقين علميا لاولادنا داخل قريه كفر منصور، وكانت اول قريه في مركز توخ يحصل احتفال وتكريم لابناء المتفوقين في الدراسه، ودي حاجه كويسه برضه. فاصبح مركز الشباب في مشاركه مجتمعيه وبيهتم بالمتفوقين والمتميزين علميا، وده دور من دور ان احنا بنكتشف الموهوبين ليس بس في الرياضه بس، ولكن في النواحي العلميه. دكتور احنا متشكرين جدا لحضرتك واسعدتنا بمداخله سيادتك، وان شاء الله هيبقى في تعاون لحد ما تتوجد الارض لمركز الشباب،
وان شاء الله يا دكتور نشوف حل نهائي للمشكله. وبنشكر سيادتك وهنطلع فاصل اعلاني. شكرا. شفنا لما بينزل مياه امطار كتيره او زي الاعصار ده المحلات نوعا ما شفنا معالي المحافظ نازل بنفسه ونائب المحافظ والسكرتير العام ورئيس شركه المياه، وفعلا كانوا جهودهم متواصله ما اتنقلوش من الشارع، بس برضو في اخطاء كتير وما حلوش الازمه، وبالعكس احنا شفنا اطفال ماتت وشفنا يعني صواعق حيوانات وشفنا بلكونات وقعت، يعني ما كانش في مواجهه للازمه بالشكل الكافي او المطلوب. ازاي نقدر نستفيد وازاي نقدر نطور ان الازمه دي نحلها نهائيا، مش ليس جزئيا او حاجه عرضيه نتعامل معاها يوم او يومين بس هي الازمه موجوده كل سنه بنجهز لها، ازاي نحلها نهائيا يا دكتور؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا هي مشكله المحليات الاساسيه، وانا اتكلم بصراحه هي مشكله المعلومات. دايما اي رئيس قريه او رئيس مدينه لما تساله عن المعلومه مش كامله عنده، ملف المعلومات في قصور، لازم نبدأ من النهاردة. الرئيس النهاردة ابتدى يعمل الحكومة التكنولوجية أو النظام الإلكتروني في معظم الدواوين، والحقيقة أنا يمكن بنادي من الآن السيد محافظ القلوبية بقول يا فندم يا ريت نبتدي بمشروع قومي لكل عقار. أنا النهاردة هفترض على سبيل المثال من التاريخ اللي فات لو أنا كلمت في كفر منصور، أنا بقول لرئيس الوحدة من النهاردة وأنا إيدي معاه هنجيب خريطة مساحية أو الصورة الفضائية ونبتدي نعمل نكود المباني، كل مبنى له كود ومن خلال الكود دوت أنا بحدد جميع الداتا أو المعلومات الخاصة بالبيت، في النهاية بطلع بمعلومات أنا عندي عدد سكان صحيح، عندي عدد شقق فارغة وساكنة، شكل الطرق نفسه، الطرق المرصوفة والغير مرصوفة. الحقيقة مشكلة الطرق مشكلة كبيرة، يمكن إحنا رصيد سنوات من الاخطاء، مش هنقول لا، لان برضو بعض الناس لما دخلت في العلم ده ابتدى كل واحد يخش مش في المنطقه بتاعته، ابتدى مهندس وانا هتكلم بصفتي مهندس بنتكلم على المهندسين اللي شغال في القطاعات دي كلها، ما لقيش مهندس مع احترامي طبعا مهندس ميكانيكا شغال في رصف ما ينفعش، او مهندس كهرباء شغال في حته لا هو اللي شغال في كهرباء هيفشي هايل. النهارده اول حاجه عندي الخريطه، الخريطه النهارده في القريه للاسف معدومه. رئيس القريه لازم يشتغل بخطه، خطه دي خطه يعني خريطه، يعني بلان، يعني ماستر بلان ببتدي اشتغل عليه، ابتدي احقق تارجت انا شغال بيه. نمره واحد بحقق اول مشاكل بتاعتي. النهارده سعادتك لما نقول النهارده في طنطاوه فيها بؤره ميه على سبيل المثال في المشكله اللي حصلت دي. السنه الجايه هتلاقي نفس بؤره الميه ما اتغيرتش، لان النهارده المفروض بينزل مجموعه من الكوادر في الشارع ببتدي الخريطه قدام منه، ببتدي اعمل عليها علامه بالاحمر. ما تتشالش تتمسح العلامه بالاحمر الا ما اشوف المنسوب النقطه دي. لان انا النهارده لما اجي ارصف طريق او باجي زي ما حصل في التجمع الخامس على سبيل المثال، احنا في خريطه دايما ساقط عندنا اسمها كونتور لاينز، خريطه الكونتور هي منسله المناسيب، ان انا عندي حته منخفضه وحته عاليه، تمام؟ الحاجات دي علم لازم نبقى فاهمين ان الميه تتجمع ودايما تتجمع في نفس النقط ما بتتغيرش. بالاضافه لإلى النهارده اي طريق اتسفلت والاقي في بؤره ميه لازم احاسب المهندس اللي سلم الاسفلت، لان المفروض المناسيب دي كلها وش واحد في منطقه احنا بنجمع فيها الميه، المفروض في كيرف للطريق الميه بتبقى على الجناب، تمام؟ عشان اعرف امشي في الطريق وفي نفس الوقت الاجناب استفيد منها في المستقبل. يبقى انا النهارده عندي المشكله لازم ابتدي من النهارده، من النهارده من خلال التجارب بتاعتي. يعني انا النهارده بدل بطالب كل رئيس قريه وكل رئيس مدينه يجيب الخريطه قدام منه نحط البؤر بتاعه الميه اللي فيها المشكله. انا عندي مشكله في نفق دي محفوظه، تمام؟ ازاي احلها؟ ازاي عندي طرمبات ميه لازم تبقى جاهزه. والكلام ده الحقيقه احنا قبلها فتره بنعمل دايما تشيك على هذه المسائل. البيوت اللي وقعت، يعني النهارده من ضمن الخرائط اللي انا في تخطيطه العمراني موجوده الان، والنهارده في بعض المحلات الوحدات المحليه في خريطه اسمها حالات المباني. انا من خلال حالات المباني ده عندي منطقه بؤره سودة كده، المنطقه دي بتبقى سلام اريا، منطقه متدهوره. انا لازم اعمل حسابي. لما نفاجئ امبارح ان انا بشوف يوتيوب بينزل او بعض الشباب بيشيروا بيت وقع نتيجه الميه اللي نزلت عليه كتيره. انا كمهندس انا فاهم وده هيحصل، يبقى انا عندي النهارده اول حاجه يعني لازم يكون عندي دايما انا السبق. مشكله التخطيط المدن
مشكله السبق ان انا اسبق بحل المشكله، ولازم تكون عندي المعلومه. هي مشكله بسعادتك ان احنا الوقت اتفقنا، انا الكلام ده الحقيقه بقوله لكل ساده رؤساء المدن، خريطه حالات المباني اهم خريطه عنده من خلال التخطيط اللي احنا عملناه في المحافظه. في خريطه اسمها حالات المباني، بيطلع خريطه قدام منه يشوف المناطق اللي هي متدهوره، بيطلع لجنه بيحصرها. طب يا دكتور عشان بس ما نتوهش المشاهدين بتوعنا، احنا عايزين نشوف ان القاهره زي القاهره الخديويه او قاهره المماليك انتصرت عن منطقه زي التجمع الخامس، انتصرت على منطقه زي مدينتي، عن المدن الجديده اللي قايم عليها القطاع الخاص. يعني ما شفناش نقطه تجمع خالص في القاهره القديمه، ما شفناش اصلا، ما ذكرتش. اشمعنى ليه القاهره القديمه انتصرت على القاهره الجديده؟ هو الحقيقه ممكن صور. الحقيقه من الحاجات المهمه قوي اللي انا بنادي بيها من زمان واتكلمت فيها في اكتر من مكان، هي برضه ارجع بمشكله الخريطه. الخريطه المساحيه اللي بتبع فيها المساحه للمعلوميه احدث خريطه او افضل خريطه بنشتغل عليها. دي يا دكتور هي زي ما زي الساده المشاهدين، ده صور من التجمع الخامس بالظبط. احنا المايه مليها كلها. بنتكلم الاول في الخريطه، الخريطه ديت كان عليها مناسيب، تمام. مناصيب ميه، تمام. المناسيب ديت بتحدد مخرات السيل، المناسيب اللي يسموها خريطه الكونتور لاينز. كونتور لاينز الخريطه قدام مني عليها مجموعه من الدوائر بتحدد مناسيب الارض. التجمع الخامس الحقيقه ظهر فيه المشكله من بدري من شارع 90، ودي قصه معروفه لان مستوى الارض منخفض طبعا شارع 90 عن النقطه اللي نزل فيها الميه، فبالتالي كلها بتتجمع في منطقه واحده او مسار. لازم ادرس مسارات السيول، واحنا للاسف الشديد في الفتره اللي حصلت قبل كده من العام الماضي ان في ميه نزلت. المفروض انا عندي نوعين من التخطيط، بلاننج وري بلاننج. يعني انا بخطط للارض الضيفه فبحدد مناسيب. النهارده ري بلاننج بقى احدد برضه مناسيب تاني، بس اشوف حل للمشكله، بمعنى ان انا اغير مسارات خطوط السيل. يعني انا جاي لخطوط السيل تجميع ميه، اغير مساراتها تمشي في نقط طبيعيه بتاعتها. تمام. طب يا دكتور يا باشمهندس، انت ازاي حضرتك شايف نقدر نعالج بقى الازمه دي نهائي بشكل، يعني الاسفلت اللي كل سنه بيتسفلت ويرجع هو الاسفلت هو البلعات اللي دايما مفتوحه، الحاجات اللي موجوده في الشوارع ده. في برضه مبادره كان سياده اللي هو محمود عشماوي عملها، اللي هي رصف الشوارع الداخليه بالانترلوك. تمام. وكان رصد 123 مليون جنيه تقريبا. نعم. مشكورا ساعة ان هو يوفرهم لتخطيط الشوارع الداخليه بالانترلوك، وشفنا الشوارع دي ما فيهاش نقطه ميه. ليه الفكره دي ما بتتعممش على مستوى المحافظه دلوقتي؟ هو اولا موضوع احنا اتكلمنا في الجزء، يعني موضوع اللي ساعتك بتطرحه دوت، في ثلاث امور لازم نتكلم فيها: الاداره، وبعدين مساله القسط التكلفه، بعد كده الصيانه. سعادتك النهارده لما جينا نعمل انترلوك انا عندي مشكله اداره بقى، مين هيدير المساله في البدايه؟ باشمهندس معانا الباشمهندس محمد خيري رئيس مجلس ومدينه توخ. مرحبا بك يا باشمهندس. مرحبا بك يا باشمهندس. شكرا لقطاع الاتصال، وهنحاول نعمل اتصال ثاني بالباشمهندس محمد خيري. فانا عندي احنا مشكله اداره، مشكله كوست تكلفه، مشكله بعد كده الصيانه. مشكله الاداره اتكلمنا فيها وقلنا هنديرها ازاي، نجيب خرايط ونشتغل. مشكله التكلفه بقى، هي التكلفة دلوقتي أنا في مبادرة عملوها بعض الشباب، وديت في حي شرق شبرا الخيمة، للشباب بنفسهم راحوا جابوا شارع خاص بيهم، كل أصحاب الشارع تقريبا مش عايز كل أسرة، يعني مبلغ بسيط جدا، أنا فاكر 50 جنيه اتجمعت. المتر بيتكلف كام؟ المتر بيتكلف 150 جنيه، تمام؟ المتر. متر مربع ولا متر مربع؟ تمام. من 100 ل 150 جنيه. يعني الشباب عملوا الشارع ده كله بالكامل من جيبهم الخاص الحقيقة، وحاجة كانت مبادرة هايلة. شاب اسمه احمد عمر انا فاكره تواصل معايا، ونزلت انا وسيادة المحافظ شفنا الشارع حاجه بديعه. يبقى انا عندي مشكله دلوقتي في الانترلوك ده، فكره هايله. انا عندي شقين، شق الدوله بتنفذه وشق مبادره من الجماعه المجتمع المدني. هو بعد اذن المخرج هيجيب لنا صوره للانترلوك والصوره العاديه اللي من غير انترلوك. ما شاء الله، الله اكبر. يعني شكل الانترلوك دي احلى الشوارع اهيت. الساده المشاهدين شايفين. نعم. عايزين بقى صور ثانيه للشوارع اللي من غير انترلوك ونشوف الفرق. طيب احنا مبدئيا انا عندي مقترح بسيط خالص. النهارده قلنا المتر بيكلف 150 جنيه التكلفه، تمام. انا النهارده لو جبت اسطمبه، بقولها دلوقتي سهل قوي، اسطمبه ان احنا نعملها عن ذات نفسها بالظبط. متر في متر، اسطمبه دي عباره عن متر في متر، تمام. بصممها باشكال جماليه، نفس الاسطمبه جوه مجموعه مربعات او متمنه او مثلثات داخل الاسطمبه. الاسطمبه ديت انا هضيف بس معلومه على الانترلوك الراكب دلوقتي، ممكن اسيب فراغ 2 سم، وفراغ ال 2 سم ده بيتزرع عشان لما تيجي ميه بعد كده برضو بتشرب،
تمام. اصل ده عنده مشكله ان لازم احسب منسوب مظبوط. نرجع في موضوع المنسوب، شكل الميه داخل عليه ازاي، لازم يتم بشكل احترافي لانه بيتركب برمل من غير بالظبط. الاسطمبه دي النهارده انا بقول انت سعر التكلفه يمكن يوصل من اقل من 50 جنيه. ممكن اعمله كشباب، ابتدي شويه خرسانه بسيطه خالص بالسن وبسيب سنتي واحد، سنتي ده الونه زي اللون اللي انا عايزه تمام. وبيجي ولد بتاع محاره بيلمع الوش اللي فوق ده تمام، ويبقى الاسطمبه دي كلها بدل ما تكلف 100 و150 لا ممكن تتكلف على الارض. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك بالظبط. التكلفه ممكن تبقى 50 جنيه بس. اه ده فرق 150 ل 50. ما هو انت بتتكلم على مصنع ونقل، ما هو كل حاجه لازم نعمل حسابنا فيه. طب نعملها ازاي يا دكتور؟ او نبدا انا بعمل الاسطمبه دي. الاسطمبه دي طبعا ممكن النهارده من خلال المدارس اللي هي المدارس الفنيه، جامعة عندنا في جامعة بنها ممكن تصميم الاسطمبة. ممكن في طبعا اسطمبات كتير واشكال الاسطمبات دي، ممكن حتى اي حد ورشة خارجية او هتعملها سهلة خالص. بس ممكن اعمل رابس في الوسط، يعني عروق كده بتبقى 2 سنتي، بحيث ان انا اسيب فراغات. يعني مثلا لو افترضت الازازة دي ده من متر في متر اهيت، ببتدي اخد شريحة مربع وشريحة جنبها مستطيل، بتدي اشكال جمالية بطريقة معينة، بحيث ان اسيب السنتي ده بيطلع فيه نجيل، بيطلع فيه نجيل بهذا بالشكل الابداعي ده. لو نزل عليه ميه يشرب الميه، كمان هو عايز ميه عشان النجيله اللي موجوده. الحقيقه دي تنفع في الريف بشكل جيد، يعني افضل حتى من الشكل اللي موجود دلوقتي، لان احنا من خلال التجربه لما جينا عملنا الكلام اللي انت راكبه شكله جميل قوي، بس لما جه في الريف ومشيت عليه البهايم او المواشي للاسف بوظت الشكل. يعني عايز اقول ايه، يعني بيلزق فيه الطين او الروس بتاع المواشي بيبوظ الانترلوك تاني. تمام. فانا شايف النهارده اضيف بس اضافه ان انا هعمل رابس، يعني عروق صغيره كده بتبقى 2 سنتي يطلع فيها نجيل. يبقى انا المسطح بتاع كل انترلوك حتى لو في ميه امطار خفيفه تنزل الزرع ده يشرب. بالظبط كده بالظبط كده، دي فكره الانترلوك. وان شاء الله ناخد اول حاجه تكون قريتنا، يعني حضرتك تدعمنا فيها، وازاي نقدر نكون نعمل حاجه زي كده. حتى انا عندي كذا مبادره صغير. عندي كذا مبادره اسال عز وجل يا رب نبتدي كفر منصور كقريه تعملت فيها تقرير. الخريطه موجوده، احنا عايزين مشروع تسميه وترقيم تاني. اول مشروع نبداه هناك. والنهارده حتى سياده النائب المحافظ دكتوره ايمان ريان من الناس النشطه جدا في المساله دي، وعرضت على الفكره. كنا بنعمل قرية الاحراس برده، كنا بنشوفها في خلال ايام الاعصار، ده ما بتتنقلش من الشارع. بالتاكيد وهي نشطه جدا، وكانت بدات قريه الاحراز هنعمل فيها نظام التسميه والترقيم نمره واحد بس، عشان اسمي الشارع عشان ابتدي اشتغل فيه تمام، ابقى عارف الشارع ان هو اللي هشتغل فيه. ابتدي خطتي النهارده، انا عندي طرق رئيسيه لازم اسفلت، اهم حاجه الجناب بتاعته، اهم حاجه الجناب الاسفلت اللي هنسميها الرصيف. الرصيف النهارده معدوم دايما في القرى او في معظم الاماكن اللي احنا بنشتغل فيها. بعد كده نخش في الشوارع مش كلها برضو، هتبقى مجموعه شوارع فرعيه في الانترلوك. طب يا باشمهندس، عايز اسيب النقطه ديت واكلم حضرتك. بنشوف النهارده طريق بيتم سفلته واعتماده، وبنلاقيه ثاني يوم مفيش طريق. دي مشكله قوميه يعني بصراحه. يعني هي في مشروع كبير كده كان بيتكلم فيه اساس تخطيط المدن، لما اتعلمنا على ايد اساتذه علماء كان دايما بينادوا الدوله انها ترجع لمنطقه المحليات تاني، لنظام المحليات البلديات تبقى بلديه، لان رئيس البلديه هو مهندس لازم، لان بيشتغل في ترخيص مباني وترخيص محلات وبيشتغل بنيه تحتيه وبيشتغل في الأسفل. فهي دي مهنته تمام. فبتبقى النهارده نظام البلديات ده عشان امسك المسجوزيه دي مهمه جدا، لان القرار عند السيد المحافظ المفروض ان كل القطاعات الميزانيه عند المحافظ بس، والمحافظ ده اللي بيحددها. بمعنى ما انا النهارده انا بعمل اسفلت، بيجي لي خطه تليفونات انا كمحافظه لو رميتها خساره، يعني انا خساره ان ارمي الخطه، بضطر اقول له افحت ويبقى الاسفلت معمول السنه اللي فاتت. لا، لازم تكون في خطه بس جميع القطاعات تبقى في يد المحافظ اللي هي نظام البلديه نفسها. ونقول ايه، حتى لو نقول نمشي حتى الان، لان احنا الموضوع ده هياخد وقت، لكن لازم سيد المحافظ يبقى عنده كل خطه من البدايه. انا برتب خطط، وفي حاجه اسمها اولويات التنميه العمرانيه، يعني انا هدخل شبكات كهرباء تمام. انا المفروض خلال 5 سنوات الخطه بتدرس 5 سنوات مش سنه واحده، يبقى انا لو مشيت بخلال الخطه الخمسيه ابتدي اعمل كهرباء وميه وبنيه تحتيه وابتدي اسفلت. تمام باشمهندس، في سؤال بقى الساده الجمهور عايز يسمعه من حضرتك. المخطط التفصيلي بنسمع عنه كتير بس ما شفناهوش في مدينه توخ، وناس كتيره مستنيه ده شارع يتفتح ده شارع يتقفل، يعني بنشوف مشاكل كتير. المخطط التفصيلي امتى هينزل وامتى يحل المشكله دي؟ احنا الحمد لله، يعني انا ساب يعني طالع معاش تقريبا من شهر، لكن منتهي جميع المخطط التفصيليه عندنا 189 قريه.
كان معانا اربع مدن وكل خلصوا بالتاكيد يعني. احنا واقفين بس دلوقتي في جرات الاعتماد. مدينه طوخ بعد قرى المحافظ ولا لا؟ هو لا الاعتماد عندنا بياخد مرحلتين. النهارده قرى طوخ كانت طرحها المحافظه عشان الناس تبقى فاهمه، كانت طرحها المحافظه ولذلك خلصت وسلمناها المحليات واشتغلوا النهارده يعني شغالين باكتر من اسبوع تقريبا. القرى بالكامل المخطط التفصيلي تم وتعمل وشغل، تم وتعمل وشغل. القرى عندك في قرى منصور وصل المخطط التفصيلي. المخطط التفصيلي يا باشمهندس اتفضل. الكردون، ناس كتير بتسال على الكردون، يعني بنشوف اهالي كتير ده نفسه يبني وده نفسه يتجوز. امتى الكردون ده هينزل؟ ولما ينزل هينزل بقد ايه مساحه؟ هل جنب الاراضي اللي فعلا داخل الحيز ولا هيبقى بعيد عن الاراضي اللي فيها الحيز؟ انا هتكلم بصفتي خبير تخطيط مدن تمام؟ مش بصفتي مسؤول سابق تمام. الحقيقه اولا تعريف الكردون هو النطاق الاداري، يعني الحيز العمراني، عشان في ناس كتير بتخلط بين الاثنين. الحيز العمراني بالاضافه للمناطق الزراعيه تمام، الحيز المعتمد بالاضافه الى المناطق الزراعيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا النهارده هنتكلم ساعتك تطرح في السؤال طبعا الحيز العمراني. الحيز العمراني طبق خطه الدوله هيبتدي نشتغل فيه 2022 تمام، وفي المدن 27. لا كتير كتير، وخاصه عندي النهارده احنا لو مشينا مع القانون او الترتيب العلمي النهارده حصل طفره، لا نسميها طفره غريبه جدا على البلد. هو احنا بنسمع كتير يا باشمهندس اتفضل. اتفضل. حصل طفره تمام في البنى العشوائي فتره الثوره، كان مفروض انا اسبق بالتخطيط. ما هو حاجه من الاثنين، يعني انا دايما مشكلتنا في المحليات ان التخطيط بيتاخر وبالتالي المواطن بيشتغل على مزاجه. لا انا لازم اسبقه ولازم اعمل حسابي في حاجه. لما اجيب بدله انا عارف حسابي ان هجيب بدله 2 متر ونص، لو جبت 2 متر يبقى هو ده اللي احنا شفنا سياده الرئيس بيتكلم ان هو لا انا لازم اسبق. بالظبط سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال انا لازم اسبق، يعني لازم اشوف الناس دي عايزه ايه وانا اعمل واسبق، ما استناش لما المشكله تتوجد وابدا بعد كده ادور لها. انا الحقيقه انا من مكان دوت بصفتي برضه خبير تخطيط مدن بتكلم وبقول لا 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 لا، وطبعا ده استاذنا وزميل فاضل دكتور مصطفى مدبولي وده خريج جامعه القاهره، نفس الجامعه اتخرجت منها. انا بقول يا دكتور مصطفى عايزين نعمل حيز عمراني جديد لجميع القرى والمدن تمام، الم فيها المناطق يعني بدل موضوع المصالحات، وده مش عيب ان احنا نشتغل في موضوع المصالحات تمام، ولكن انا عايز اعمل الكردون الحالي تمام، اضيف الاجزاء المخالفه، انا هضيف مناطق متكامله. انا عندي مناطق النهارده في بعض، انا عندي قريه فسوس اسمها حوض العمده تقسيم الرابع، مش ممكن دي كتله سكنيه كبيره عشان اجيب موافقه الحيز بتاعها في شارعين فقط، الباقي كله عشوائي وكتل ناس ساكنه. انا محتاج اوصل المرافق مش عارف، محتاج اوصل بنيه تحتيه مش عارف، يبقى لازم ابتدي اشتغل في الحيز من دلوقتي. للاسف وقت حلقتنا خلاص قرب ينتهي، وانا عايز قبل ما انهي الحلقه يعني اقدم التعازي لاهالينا في كوم الاطرون بسبب توفى ان اول امبارح تم يعني وفاه طفل عنده 8 سنوات بسبب صعق كهربي بسبب اعصار التنين اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت ديت، ودي احنا بنناشد وزاره التضامن ان شاء الله انها تقدر توفر له اي مبالغ ماليه، لان احنا عارفين ان اهله تعبانين وفي النهايه ان شاء الله يعني استنونا في حلقه جديده وان شاء الله نكون. اسمح لي بس سؤال ممكن؟ نقطه مضيئه بس شكر بس وتقدير. اتفضل يا باشمهندس. نقطه مضيئه الشكر والتقدير للاستاذ هشام يونس نائب مدير العام للمعاشات، هذا الرجل نقطه مضيئه في حياه مصر. انا رحت له الراجل قام بنفسه بيخلص الورقه، وانا مواطن عادي ما يعرفنيش. دي حاجه بقى شخصيه. فنقطه مضيئه. لا ده انا بقول نقطه مضيئه، انا بتكلم في نقطه مضيئه وبوجه للشكر من خلال البرنامج. بنوجه للشكر لحضرتك وان شاء الله نشوف امثله من كتر كررنا كتيره في مصر زي الباشمهندس ايه؟ احمد سند. لا الاستاذ هشام يونس. هشام يونس. في نهايه حلقتنا ان شاء الله يا رب نكون يعني استمتعتوا معنا بالمشاهده الحلقه ديت، وان شاء الله نكون الحلقات الجايه نقدر نضيف فيها اكتر واكتر، والى اللقاء.